المكثفة عنصر كهربائي يخزن الطاقة الكهربائية، وترجع هذه الطاقة إلى الدار عندما يلزم الأمر. تتكون المكثفة من صفيحتين ناقلتين متوازيتين يفصل بينهما عازل. من أجل الفهم الجيد لآلية اشتغال المكثفة، تتبع خطوات التجربة التالية. في هذه التجربة تستطيع مشاهدة كيفية شحن وتفريغ المكثفة. عند ربط المكثفة في الدارة مع مولد التيار الكهربائي ومصباح، يمكن أن تحدث عمليتان وفق شروط معينة. الأولى تدعى الشحن والثانية تدعى التفريغ. لنتعرف أكثر على عملية الشحن. عندما نضع القاطعة K في الوضع A، تصبح المكثفة مربوطة مع المولد، والتيار يسير في الدارة. كل صفيحة من صفيحتي المكثفة تحمل شحنة تساوي وتعاكس شحنة الصفيحة الأخرى، أي أن صفيحة تحمل شحنة زائد Q والصفيحة الأخرى تحمل شحنة ناقص Q. وفرق الكوموند UC بين طرفي المكثفة يبدأ في التزايد أثناء عملية الشحن. عندما يصبح التوتر بين طرفي المكثفة مساويا لقيمة التوتر بين طرفي المولد، تصبح المكثفة مملوءة تماما، ويتوقف التيار عن السريان في الدارة، ما يعني انتهاء مرحلة الشحن. لنتعرف الآن على عملية التفريغ. في هذه المرحلة ننقل القاطعة إلى الوضع B، فتبدأ عملية تفريغ المكثفة. عند وضع القاطعة في الوضع B، يشتعل المصباح بوهج كبير، ثم يبدأ هذا الوهج في التضاؤل، ويرافق ذلك تناقص في فرق الكمون بين طرفي المكثفة إلى غاية صفر، وهنا تنتهي مرحلة التفريغ.